بالقرخ 10/7/2012 صار القصف العشوائي على منازل المدنيين. شو عمو، مين كان عم يقصفكم امبارح؟ الامن والشرطة. تبوت مين؟ تبوت الشاه. ولا بالشاه؟ لا نكره. حتى الاطفال ما بدهم اياك يا بالشاه. روح على الله. هاي اصلاحاته ولا بالشارع الاساسي؟ هاي اصلاحاته. مقبول يطلع، يطلع من هون، من هون، من هون. مش هتلاقى. ضرب. هلا مش شوي. هلا انتقل منك يا بالشارع الاساسي. الله لا يوفقك، ان شاء الله تلاقي اولاد عيني. وين الغزيزة اللي حطيناها هون من اول؟ اخذ اهم شيء الزيت. حتى غرف النوم؟ حتى غرف الاطفال، حتى القرخ 10/7/2012 صار القصف العنيف على منازل مدينة العزلة.